استاذ، في تحسن واضح بفحوصات السيدة عائشة. لازم الست عائشة تتشكرك، كانت فكرتك بالنسبة للعملية وتطبيقك ناجح. يعني هلأ خلصت القصة وانتهى الفحص؟ طبعا لكن لا، بس استاذ رح يضل لحتى اتأكد، رح ضل عم راقبك. شو يعني كناية؟ ها؟ كناية؟ شو معنات كناية؟ الكناية هي شي بشع بتقوله بالشكل حلو، يعني منستخدم الكناية لنعبر عن شي سيء بس بدنا نقوله بشكل لطيف شوي. طيب ليش بدكن تقولوا شي سيء لحدا؟ ما بعرف، يعني أحيانا بتصير هالشغلات. ممكن أنا ما بدي أقول شي سيء لحدا، يلي بدي أقوله بقوله مباشرة، وهي الكناية ما بتناسبني. خليني سجلها مشان البيت بلا ما يقولوا حلو ويطلع بشع. رح تستأجر مو؟ آه، تذكرت البيت يلي تحت بيتنا مانو مسكون. نازلي استاذتي، هو صغير شوي، غرفة وصالون بس نظيف كتير، بعدين قريب من المشفى، برأيي شوفه ممكن يعجبك. عندك مانع؟ ماني شايف اي سبب بيمنعني بنوب. ممتاز، إلك هنا، انا رح اكتب لك العنوان على الدفتر، وكمان رح اكتب لك رقمي تحته، وبعد شوي بحاكي صاحب البيت مشانك، ووقت تخلص شغل بتجي لعنا لحتى نشوفه. شكرا على المساعدة. لا العفو، بتشكرك، واجبنا. ما عم بفهم ليش عم تتعبي حالك نازلي، يعني واضح انه علي ما رح يبقى وحيتقلع عن قريب. استغفر الله، شو اللي عم بتقولي؟ خلص انسي فكري شلون ما بدك، بس انا ببصم لكم راح يروح. شو هاد؟ الدكتور محمد الى طابق العناية فورا. امبارح خسرنا بطاقة الاكل بسبب علي، شو حناكل؟ ما بعرف، بس انا ما طبخت شي صحي اليوم. اركبوا انا رح اعزمكم. ديمير منعرف انه ابوك غني، بس ما فيني اجي علي جاية لعنا. ما عم افهم، شو علاقة علي؟ انا بخبرك القصة، انا جوعان ما عندي شي بقدر اجي معك. لا تواخذيني، فيكي تاكلي الاكل الصحي تبعك. يلا يلا طير يا قبطان. ما عم بيرد، على الأغلب ما رح يجي. استنينا ساعة على الفاضي. بعتذر كتير يا أخي، ما كان لازم أوثق فيه لهالدرجة. مو نصيبه، يلا تصبحي على خير. أخي فينا نعمل شي؟ معلش خلي المفتاح معي هالليلة، بيكون صاير معه شي بالمشفى وما قدر إنه يجي. بس أنا كان لازم شوفه مشان نحكي بأمور الأجار. أنا موجودة. مو أنا صار لي مستأجرة عندك من سنين يا أخي، مو معقول ما توثق فيني. أنت متأكدة؟ يعني أنت بتكفلي للسيد علي؟ بصراحة ماني متأكدة، بس بكفله، بكفله. تفضلي المفاتيح. شكرا لك. تصبحي على خير نازلي. وانت بخير. شو وين أشيليا لهلأ ما رجعت؟ شوفي من شوي أنا قمت وساويت جاتو مشان ناكله مع بعض، وعلى فكرة ما رح تلاقي أطيب منه بكل المطاعم، وبتشوفي كيف، وكمان أنا حطيت عليه قطع الشوكولا. قلت لقلك هالشي، لا تتأخري.
لما سمعتي جاتو ما تحملتي ما؟ ما فهمت شو جاتو؟ علي؟ معقولة يعني نستناك ساعة وما ترد على تليفونك؟ وينك انت؟ ما توعدنا انه نلتقى بالبيت لحتى تشوفه؟ ايه صح، انت معك حق، فيني شوفه هلا؟ هالساعة هي؟ ساعة 12 يا علي. علي؟ روح لكان. كيف حتروح لشوينك انت؟ انا قدام البيت. علي علي انا هون هون. فوت من هون رح افتح لك الباب بالطابق الارضي. تفضل. هذا هو البيت، أجاره 2000 ليرة بس. نحن رح نحكي معه إذا بيقلل شوي. هذا إذا عجبك. صار وضع طارق بالمشفى وأنا بعتذر إنه خليتكم تستنوني ساعة، وأنا كمان قررت إنه أعتذر منه شخصيا مشان تعرفي. مو مهم، لأني توقعت هذا الشيء. إيه شو رأيك بالبيت؟ أنا فيني شوف غرفة النوم؟ طبعاً. بقدر أعيش بهالبيت؟ ها؟ إن شاء الله ألف مبروك علي. إيه نحن صرنا جيران معناها. إيه بس أنا لسه ما انتقلت، كيف صرنا جيران؟ قصدي لما تنتقل لهون رح تستأجره مو هيك؟ يعني هالبيت رح يصير بيتك؟ هلا صار البيت بيتي. هاد انت؟ كتير حلو. وهاد مين؟ اخي. بقدر ضل هون الليلة؟ بدك تضل هون؟ مثل ما بدك، خد لك. انت جوعان؟ اضطريت اني ما اكل بالوقت المحدد. ممتاز، معناها انا محضره جاتو كتير طيب، استنى شوي رح اجيبه. علي نورت بيتك الجديد. ايه شكرا.
الو استاذ فرمان. قل لي انت مين؟ انا علي، كيف فيني ساعدك؟ انت ليش عم بترد على تليفون نازلي يا علي؟ لانه هي نسيته ببيتي. كيف يعني ببيتك؟ ايه جيت. اجت نازلي، دقيقة بس رح اعطيها الموبايل. الاستاذ فرمان. انت رديت عليه؟ بعرف رح تعصب علي بس ما حدا دخله بحياتي برات المشفى، مفهوم؟ صح، انا مشاعري بتحركني وما بقدر اقول لا للناس ابدا، وانا اخترت ساعده لعلي. بدك تقلعني مشان هالشي؟ فيلا قلعني. هي انا ما بقدر غير حالي، حب ساعد كل الناس. استاذ علي فات على عمليته الاولى اليوم، ما رح يهتم بالاعمال الالزاميه بعد هلا، يعني لازم انك تهتمي بعلي اكثر اعتبارا من بكره الصبح. هذا اللي كنت بدي اقوله. طيب ماشي، تصبحي على خير لك. ايه شو الاخبار؟ بورجوتي نايلي 36 سنة وحامل بالاسبوع 23، نسبة الجرابيتا 3 على 0، وفي ورم كمان. العملية كتير خطيرة بسبب متلازمة انتي فوسفوليت، وحتى حملها هلأ خطير، اجهضت 3 مرات، لازم نصورها ايكو لنتابع الورم وفورا. طول الجنين 30 سنتيمتر وطول الورم 10 سنتي، كتير كبير. الورم عم يمنع تدفق الدم بدرجة كبيرة، وهالشي هذا عم يضعف قلب الجنين. يعني عم بيعرض حياتك للخطر. أنا آسف ست بورجو، أنا آسف. أكثر طريقة آمنة هو ننزل الجنين فورا. أنا ماني مهتمة بالطرق الآمنة أبدا، استأصلوا الورم لحتى يعيش ابني. بصراحة يا ست بورجو العمليات الطويلة خطيرة عليكي بسبب المتلازمة اللي عندك، خطر التخثر عالي كتير. اسمعوا، يمكن أنا ما قلت لكم هالشي، أنا أجهضت 3 مرات، وبهالثلاث مرات هدول جهزت اغراض ابني وغرفته، وكنت ارجع على البيت وهو ماله معي. بس هالمره لا، اذا انا هالمره رح افقد ابني كمان فحياتي مالها معنى بنوب. بورجو شو يلي عم تقولي؟ ما بيصير هذا الشيء. دكتور ما فينا نلاقي طريقه لننقذهم هن الاثنين؟ هالشيء كثير خطير، كتير خطير. بورجو عم تسمع يلي عم بيقوله؟ هالشي كتير خطير، بترجاكي خلينا ننزل الجنين. ما بدي، لا ما بدي أبدا، ما بدي ننزل ابني. في طريقة انسداد، منقدر نسيطر على التخثر قبل العملية. في طريقة لنسيطر على التخثر من خلال انفكسيونا هبريان، وبعدين منطلع الجنين ومنعمل له عملية. سمعتوا شو عم يقول؟ طلع في طريقة. دكتور علي وفا، لو سمحت فينا نحكي شوي برا؟ كلكم تعالوا. إن شاء الله معافاي. آخر مرة بتناقضني بالحكي قدام المرضى. ما ناقضتك، أنا اقترحت حل. وأنا هالحل هاد بعرفه، بس لأنه خطير ما اقترحته. أستاذ المريضة ما رح تتخلى عن ابنه، خلينا نسمع لعلي هالمرة. منطلع الجنين من مكانه ومنعمله العملية ومنرجعه لمكانه مرة تانية. واو، شو هالطريقة هاي؟ اسمعوا، كتير حابب اني اعمل هالعملية، ويمكن اكتر منكم كمان، بس بتعرفوا انه هالعملية صعبة، ويلي عملوها من قبل كتير قلال.
رح فكر بالتفاصيل. وانا بساعدك كمان. لا انت لا تساعدني. الغرفه 5005 رحمي اوزينار، نوبه قلبيه رح تروح لعنده. هاي ملفه، خود ديمير رح تكون معه. انا الديمير؟ ليش انا استاذ ديمير؟ يلا استاذ. بس مو قلت لي امبارح انه انا لازم اهتم بعلي؟ انا قلت لك هالشي بس ما قلت لك توقفي ضدي مع علي. بس انت اهتميتي فيه اكثر من اللازم، كان لازم اتوقع هالشي وهذا ذنبي. ما رح تتواصلي مع علي باي شكل من الاشكال طول اليوم نازلي، علي لازم يتعود يعتمد على حاله من اليوم ورايح. مفهوم كلامي؟ نازلي. شو صار؟ طيب طيب اهدى، انت بخير؟ شو صار؟ تعال شوف، تعال على مهلك، تعال تعال لهون، تعال. انت بخير ما هيك؟ بخير بخير بخير. وطي صوتك وطي. ليش؟ لانه الدكتور فرمان قال لازم تدبر حالك، بس انا رح ساعدك. شو الموضوع؟ شو يلي بدك يا السيد رحمي؟ خايف من العملية وما عاد لقيته. دورت على الصبح؟ طيب بالأبو؟ طيب انت هلأ دور بالأبو، انا على السطوح يلي بلاقيه بخبر التاني. ماشي يلا علي. بس شو ليش ما عم بتروح؟ انت دائما بتساعديني، ليش بتساعديني بكل موضوع؟ هلأ مو وقته. يلا علي خلينا ندور قبل ما يمسكني الأستاذ فرمان. يلا تمام يلا الكود. يلا شو قلتك استاذ؟ بنعمل العملية؟ وضع الجنين عم بيصير أسوأ يوم بعد يوم، لازم نعمل العملية بسرعة يا ناصر. انت الدكتور فرمان؟ تفضل يا سيد. انا ما بسمح لك تشرح بنتي يا دكتور، لا تفكر بنتي ما عندها أهل. انت والد السيدة برجو على الأغلب ما هيك؟ اي نعم انا أبوها. اذا تعرض ضفر بنتي للأذى رح ادها المشفى فوق راسها. ماهر صراحة ما بعرف شو قالوا لك يا سيد، بس أنا دقيقة بنتي مريضة قلب، نزلوا الولد وخلوها تعيش، شو اللي عم تستنوه؟ أول شيء هذا اسمه مشفى، فلو سمحت انتبه على صوتك، عم تفهمني؟ أستاذ فرمان أستاذ فرمان أستاذ فرمان أستاذ فرمان الحالة اللي أعطيتني إياها هو بده يعمل العملية، أنا تواصلت معه وقدرنا نوصل لاتفاق وقدرت أقنعه. لك أقنعته. لك شو بو هاد؟ بنتي محطوطة عند هدول الدكاترة؟ لك شو هالمشفى هاد؟ معقول هذا دكتور؟ هذا الشاب معاق ولا شو؟ ما بسمح لك تحكي مع مساعدي هيك. مين بتكون انت لتحكي معي بهالطريقة؟ انت عم تتجاوز حدودك فاحترم حالك. واذا ما احترمت حالي شو بتعمل؟ تعتقد زودت كتير، انتبه. انت بتعرف انا مين بكون يا دكتور؟ ما بعرف مين انت يعني؟ رح قلك مين بكون. يا سادة لك أنا... يا سادة لحظة يا سيد، بترجاك انت يومك سعيد. أنا رئيس قسم الجراحة تانجو كورما، بظن أنه صار في سوء تفاهم. تفضل خلينا نحكي بغرفة. رح حاسبه لهاد. رح نحكي بكل شيء. ماشي سيد. ماشي تفضلوا تفضلوا تفضل يا سيد. أنتوا كملوا شغلكم. علي يلا. انت منيح.
يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخبارات لتكون أول من يشاهدها.